الإنسان حيوان متدين. هذا الفيديو هو محاولة للتعرف على زاوية من زوايا كيفاش علم النفس كيشوف تأثير الدين على المجتمع والفرد، كيفاش ربما ظهرت الممارسات الدينية بغض النظر على أين دين كندوي عليه، وكيفاش لبات الممارسات الدينية المختلفة شيء من احتياجات المجتمعات، وكيفاش كتغير الاحتياجات بمرور الوقت. عند الإنسان دافع ديني، وقلت في المقدمة أيضا أنني أصف الإنسان بأنه حيوان متدين، بمعنى أننا لا نستطيع أن نجد مرحلة من المراحل مر فيها الإنسان عبر تطوره الثقافي لم يكن لديه فيها دين. تاريخنا البشري ما كناش كنعيشوا في مجموعات كبيرة، بل عشنا في مجموعات صغيرة نسبيا، مجموعات كتضم حوالي 50 شخص وكأقصى حد 150 شخص. والسبب حسب الباحث عزيم شريف أستاذ علم النفس جامعة بريتش كولومبيا هو أنه من وجهة نظر جينية حنا مهيئين باش نكونوا قادرين على التعاون مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص، لكن اللي كنعرفوهم مزيان في هذه الحالة إلا سرقتي ماكلة شي واحد ولا إلا قتلتي شي حد فغالبا ما عندكش شي طريقة باش تفلت من العقاب وتخبى، لأنه أصلا كاع أعضاء المجموعة معروفين. أما إلا بدات المجموعه كتكبر اكثر كيبداو يتسللوا ليها غرباء اللي ما معروفينش، غرباء اللي ممكن يضروا المجموعه ويفلتوا من العقاب، والمجموعه هنا ما يمكنش تستمر في البقاء هكا، فهي بحاجه الى مستوى معين من التعاون بين افرادها باش تبقى منسجمه. وعليه فانه بالاعتماد على علم الاثار فراح حتى 12000 سنه اللي فاتت من بدايه الثوره الزراعيه عاد بدينا بالاستقرار في مجموعات كبيره اللي ممكن توصل حتى 10000 شخص، وفي هذه الظروف ولينا محتاجين شيء قوي يجمعنا، فكره تجمع عليها المجموعه وتتحول الى ثقافه المجموعه. وكيقول عازم شريف ان الدين كان احد هذه الابتكارات الثقافيه، لكن ماشي الدين بشكل عام، وانما الحاجه الجديده هنا بالضبط كانت هي فكره الاله المعاقب الخارق للطبيعه. هذا الجزء ديال العقاب جد مهم في الاديان لانه غيخلي اعضاء المجموعه ملتزمين بالضوابط ديالها، ولان انه الى قنعت الناس بان الاله غادي يعاقبهم الى ما تصرفوش بما يتماشى مع مصالح المجموعه فبزز منهم غادي يبداو في الخضوع للاوامر الالهيه. الامر هنا داير بحال شي شرطه خارقه للطبيعه قادره على ردع الناس من القيام بالسلوك الغير مرغوب فيه، الشيء اللي خلى هذه المجموعات تكون اكثر تماسكا. هذه الفكره ديال بيونيتيف جود كتبان اكثر في المجتمعات اللي كانت كتواجه شي تحدي بحال ندره الموارد مثلا، وبالتالي غتلقاها عند المجتمعات اللي واجهت على سبيل المثال ندره المياه، لانه تشارك المياه بطريقه عادله ومنصفه تحتاج الى عامل قوي كيضبط سلوك الافراد. لكن الطقوس الدينيه عموما كانت اقدم وربما قدم الانسان كما كيقول المؤرخ والباحث في تاريخ الاديان فراس السواح. الدين نشا نجد بوادره في عصر الهومو إريكتوس المتاخر قبل 900000 سنه. وجدنا ان الهومو إريكتوس يدفن موتاه وفق طريقه خاصه وكانه يؤهلها للانتقال الى عالم اخر. عندما نجد مفهوم عالم آخر، مستوى آخر للوجود مقابل المستوى المادي، هنا ندخل عتبة الدين. عالم الاجتماع دوركايم من جهته اقترح أن للدين ثلاث وظائف رئيسية في المجتمع. الأولى هي التماسك الاجتماعي أو التضامن الاجتماعي، وهذا لأن الدين كيوحد الناس حول رموز وأعراف وقيم مشتركة بحال التعاون، الإنصاف، الكرم إلى آخره. الثانية هي الرقابة الاجتماعية، الدين كيفرض قواعد وأخلاق مستندة على الدين للمساعدة في الحفاظ على الامتثال والسيطرة في المجتمع، لأن الناس كتمتثل ماشي فقط لأنها كتخضع للقانون، لكن لأنه أيضا كتخاف من الإله ديالها أو كتحاول ترضيه. الثالثة هي أن الدين كيقدم للناس معنى وهدف الحياة، لأن الدين كيقدم إجابات الأسئلة الوجودية، وبالتالي الناس كتبدأ تشوف أن الحياة هم مغزى. هذه الرؤية تم انتقادها لأنه الدين تستخدم أيضا لتبرير العنف والغزو والإرهاب، وأن الحاكم مثلا هو ظل الله على الأرض ولا يسأل عما يفعل. ولكن يبدو ان هادشي ما وقعش في الديانات القديمه، ربما لانه القبائل كانت بعيده على بعضها فقليل فين كيكون التنافس على الموارد، او لانه اعتقاد امتلاك الحقيقه ما بان حتى من بعد ملي الناس بدات كتقارن ديانتها مع ديانات الاخرين وكتشوف بلي غير ديانتها هي اللي صحيحه فقط. اضافه انه المجتمعات اصبحت تتجاوز مفهوم الجماعه، يعني مثلا التماسك والتوافق بين اعضاء جماعه ارهابيه كيكون مرتفع، ولكن بمنظور اوسع هاد التماسك والتوافق كيؤدي الى صراع بين هاد الجماعه مع باقي اطراف وفئة المجتمع. كل الأديان كانت عبارة عن فسيفساء متجانسة، وبالمناسبة نادرا في العالم القديم ما نشأت حروب دينية. لم تقم حرب دينية أبدا، لم تقم تاريخيا، لم تقم أبدا. هذا تأكيد آخر، أشكرك جدا علي. لم تكن الحروب الكبرى نشأت بين الديانات الشمولية، فيما بعد نشأت. إذن
ما يسمى بأفضلية الدين على آخر بدأت أكثر تتصاعد مع الأديان الإبراهيمية. اليوم إلى اليوم أنت تروح على أي واحد من هذه الديانات كلهم يعني ليش اليهود هم مو شعب الله المختار؟ يعني هم يقولون نحن أما البشر الآخرين، حتى أنهم يصفون الجحيم يقولون الجنة لنا وحجمها معين والجحيم كبير جدا يضم كل الشعوب الأخرى. وهنا في الجزء الثاني من الفيديو كنبغي نطرح سؤال مهم، هو كيفاش ممكن الدين يأثر على الفرد؟ في ورقة علمية سميتها God is watching you قام كل من الباحثين عازم شيريف وآران ورينزايان بدراسة حول ما إذا كان تدكين الناس بالدين أو الإله كيزيد من السلوك الاجتماعي الإيجابي بحال التعاون والاهتمام بمصلحة الآخرين. تطبيق الدراسة كان بواحد اللعبة كتسمى Anonymous Economic Game. الدراسة شارك فيها 50 شخص، كان فيهم المؤمنين بإله وديانة معينة وكان فيهم لله، وتم تقسيمهم عشوائيا على جوج مجموعات. والدراسة هي كالآتي، كنجيبوا المشارك وكنقولوا ليه انت الطرف ألف غتلقى 10 دولار على شكل قطع نقدية، الدور ديالك هو تاخذ شحال ما بغيتي مع العلم انه شحال ما خليتي ديال الفلوس غيتم اعطائها لشخص اخر طرف باء اللي غيجي يتلقاها. يعني انه كنعطيو للمشارك القدرة والسلطة انه يحدد واش غيخلي للطرف الاخر شي حاجة ولا لا، وطبعا تم اخبارهم ان هوياتهم ما غيعرفهاش الطرف الاخر. وقبل ما يدخلوا المشاركين في هذه المرحلة القائمين على التجربة عطاوهم كلمة ما مرتباش وطلبوا منهم انهم يرتبوها على شكل جمل. المجموعة الاولى كانوا كيعطيوهم جمل مضمنة بمفاهيم عندها علاقة بالاله او الدين بحال كلمة اله، روح، رسول. مثلا كيعطيوهم جملة بالروح شعرت هي وخاص المشاركين يرتبوها باش تولي هي شعرت بالروح. لكن المجموعة الثانية كانوا كيعطيوهم يرتبوا جمل محايدة ما عندهاش علاقة بالاله او الدين، والنتائج كانت كالاتي: المشاركين اللي ما تقدمش لهم الجمل المضمنة بمفاهيم عندها علاقة بالاله او الدين خلاو في المتوسط $1.84 للطرف الآخر، وغير 12% فقط اللي خلاو $5 يعني النص ديال المبلغ، والتحد منهم ما خلى أكثر من $5. من جهة أخرى المشاركين اللي تقدم لهم جمل مضمنة بمفاهيم عندها علاقة بالإله أو الدين خلاو في المتوسط $4.22 يعني زيدين على المجموعة الأولى $2.38، و 64% منهم خلى $5 أو أكثر. يعني أن تقديم مفاهيم ضمنية عندها علاقة بالإله أو الدين زادت من السلوك الاجتماعي الإيجابي، مع التذكير أن المجموعات بزوج تعزلوا عشوائيا وكل مجموعة فيها المؤمنين وغير المؤمنين. في البلاد الإسلامية كنسمعوا صوت الأذان 5 مرات في اليوم، ولكن مش ممكن يكون هذا الصوت اللي عنده دلالة دينية شي تأثير. الباحث إيريك دوهايم قرر أنه يدرس ما إذا كان الأذان تأثير على السلوك الاجتماعي للأفراد. وللإشارة هذه الدراسة دارت في المغرب في سوق المدينة في مراكش. شارك في الدراسة 63 من أصحاب المتاجر اللي كيبيعوا الفواكه الجافة وأصحاب الحرف اليدوية. إيريك عرض على المشاركين 3 ديال الاختيارات: الأول هو يأخذ المشارك 20 درهم ولكن ما يعطي والو للتبرع في عمل خيري، الثاني هو ياخذ 10 دراهم و30 درهم تمشي للتبرع في عمل خيري، والثالث هو ياخذ 0 درهم ولكن 60 درهم للتبرع في عمل خيري. من جهه اخرى العينه اللي تعطاهم هذا الاختبار لكن في الوقت ديال الاذان كان 17 شخص. حجم هذه العينه كان اصغر لانه كان خاصهم يكونوا من تجار للاذان قريب لهم ويسولوهم في الوقت ديال الاذان اللي كيدوم لمده قصيره بين 5 إلى 10 دقائق. اللي تم الملاحظه ديالو هو ان اصحاب المتاجر كلهم كانوا كرماء بشكل عام. في الاوقات العاديه اللي ما كانش فيها الاذان مسموع غير ربع هذه المشاركين اللي اختاروا انهم ياخذوا 20 درهم ويعطيو 0 درهم للتبرع، و15 المشارك اختاروا ياخذوا 10 درهم و30 درهم تعطى للتبرع، و44 المشارك اي 70% من المشاركين اختاروا ما ياخذوا والو و60 درهم تعطى للتبرع في عمل خير. ولكن عند العينه اللي خاضوا الاختبار فاش كانوا كيسمعوا الاذان دوك 17 التاجر كلهم كانوا كيعزلوا الخيار الثالث اي انهم ما كياخذوا والو و60 درهم كتعطى للتبرع في عمل خير. ولكن الشيء الملفت للاهتمام من خلال المعطيات اللي تم جمعها حول مقدار الوقت اللي داز على اخر اذان كتبين ان التاثير ديال الاذان قصير المدى، ففي حين ان 100% من المشاركين اختاروا ما ياخذوا والو و60 درهم تعطى للتبرع فاش كانوا كيسمعوا الاذان، فانه اقل من 50% اللي اختاروا نفس الشيء من بعد 20 دقيقه على الاذان. كخلاصه كيقول ايريك ان نتائج التجربه كتبين ان الاذان ادى لازدياد السلوك الاجتماعي الايجابي بين اصحاب المتاجر المغاربه، وطبعا باقيين محتاجين للمزيد من الدراسات من هذا النوع. لكن الملاحظ ان هذا التاثير ما كانش في كل الدراسات بل باختلاف الدين
الدين وتصور الناس على الإله ديالها اللي كتأمن به كتختلف النتائج. مثلا في أوائل السبعينات الألمان دارلي أند باتسون داروا التجربة المشهورة ديالهم على طلاب مسيحيين اللي دوينا عليها قبل واللي سميتها The Good Samaritan Experiment، وهي الدراسة مرة أخرى باش نفهموا الفكرة كاملة مكمولة. وهذه الدراسة العبقرية سميتها The Good Samaritan Experiment، وهذه الدراسة دارت سنة 1973 على يد جون دارلي ودانيال باتسون. المشاركين هم 47 طالب كيقراو في مدرسة اللاهوت، أي أنه الطلاب كيتم تدريبهم باش يوليو قساوسة. في التجربة طلبوا من المجموعة الأولى ديال الطلاب إلقاء خطبة على قصة السامري الصالح. هذه القصة كانت في الإنجيل واللي كتعود على واحد الراجل اللي كان مسافر من القدس إلى مدينة أريحة، وللأسف في طريق السفر ديالو غادي يتهاجم وغيتسرق وغيتضرب وحشية وغيبقى على جنب الطريق. من بعد غادي يدوز واحد القسيس من حداه ولكن ما غادي يقدم ليه حتى شي مساعده، ولكن واحد الرجل بسيط سامري يعني من منطقه السامره واللي ماشي قسيس فاش غادي يدوز من حداه غادي يقدم ليه المساعده. اما المجموعه الاخرى عكس الاولى كانت غادا تعطي واحد الخطبه اللي ما عندهاش علاقه بموضوع تقديم المساعده. المهم القائمين على التجربه قالوا الطلاب ان الخطب ديالهم غتكون من 3 دقائق الى 5 دقائق وغيتم تسجيلها بواسطه واحد المساعد اللي كاين في واحد المبنى اخر ولكن قريب ليهم، لهذا طبيعة الحال خاصهم يمشيو لهذا المبنى، ولكن في هذا الطريق من المبنى للمبنى فين كاين مربط الفرس. القائمين على التجربه حطوا واحد الراجل اللي طبعا متفقين معاه واللي كان ناعس في الارض وكيبان عليه انه مريض بزاف ومحتاج المساعده، وفاش كان كيدوز الطالب من حداه كيكحب باش يلفت النظر ديالو. وقبل ما ندوي على النتائج خصنا نعرفوا بلي كانوا جوج متغيرات في هاد الدراسه. الاول هو انه وجد الطالب اللي غيدوز من حدا داك الراجل غيعطي خطبه على قصه السامري الصالح ولا لا، والثاني هو شحال هذا الطالب كان مزروب، لانه القائمين على التجربه كانوا كيقولوا للمشاركين قبل ما يمشيو من المبنى الاول للمبنى الثاني وحده من ثلاثه الحوايج. الاولى هي تعطلتي وكان خصك تكون تماك قبل، خاصك تسربي دغيا وهذه غنسميوها حاله تاخر شديد. الثانيه هي راهم مستعدين باش يستقبلوك، خاصك تمشي مباشره للمبنى واللي ممكن نقولوا انها حاله تعادل من حيث الوقت. والثالثه هي باقي شي دقيقه قبل ما يكونوا مستعدين باش يستقبلوك واللي هي الحاله اللي باقي شي تفعل الوقت. والنتيجه كانت صادمه. اول حاجه بانت هي ان كون طلاب غادي يمشيو للمبنى الاخر باش يلقيو خطبه ديال السامري الصالح اللي كدوي على مساعده الاخرين وعدم تركهم في جنب الطريق ما كانش عنده تاثير بالشكل المنتظر على السلوك ديالهم، وكانوا تقريبا بحالهم بحال المجموعه الثانيه اللي كانوا غيلقيو خطبه على موضوع ما عندوش علاقه بتقديم المساعده. والنتائج هي غير 10% من المشاركين اللي كانوا كيوقفوا ويقدموا المساعده للرجل اللي كان كيبان عليه انه مريض وفي جنب الطريق فاش كانوا كيقولوا لهم انكم في حاله تاخر شديد، وغير 45% اللي كانوا كيوقفوا باش يقدموا المساعده فاش كانوا كيقولوا لهم راهم مستعدين في المبنى الاخر باش يستقبلوكم، و 63% كانوا كيوقفوا باش يقدموا المساعده فاش كانوا كيقولوا لهم باللي باقي عندهم شويه دقائق شيطين. يعني انه بطريقه عجيبه الوقت كان هو العامل المؤثر بشكل جوهري على النتائج. واش انت معطل ولا انت في الوقت قد ولا باقي شيط عندك شويه، وماشي واش انت متدين وماشي حتى واش غادي تعطي قصه على المساعده. الحاجه اللي خلات دراسه السامري تصدمني وتحت المرتبه الاولى في الفيديو هي ان نسبه المساعده عموما كانت منخفضه، رغم ان الطلاب اللي كانوا مشاركين المفروض انهم غادي يوليو قساوسه، يعني واحد النهار هما براسهم غادي يوليو يدعيو الناس لتقديم المساعده والخير والاخلاق، وكانوا على وشك القاء خطبه على قصه السامري الصالح اللي هي قصه فيها العبره ديال تقديم مساعده للاخرين وما نخليوش الناس بجنب الطريق، الحاجه اللي كتعالج نفس الموضوع اللي حطاتهم فيه الدراسه. ورغم هكاك تخطاو الراجل. هادشي بلا ما نساو الحاله الثالثه فين كانوا مزروبين واللي فاش 90% من المشاركين ما وقفوش باش يقدموا المساعده، وتجاوزت هذاك السيد بنيه انها غتدخل واحد المبنى وغتقدم خطبه على قصه اللي فيها العبره ديال تقديم المساعده للناس. وبصراحه جاتني من اكثر الدراسات اللي كتوصف الواقع ديالنا. I mean let us be fucking honest. عازم شريف كيفسر اختلاف نتائج الدراسه الاولى ديال الاذان اللي تمت غير على الناس المسلمين والثانيه اللي تمت غير على الناس المسيحيين بالسياق. وحده من جوانب السياق هي مواصفات الاله اللي كيتم استدعائها من طرف المشاركين خلال الدراسات. فمثلا الاله اللي ممكن انه يكون معاقب كيخلي الناس ترضخ وتلتزم اكثر من الاله الرحيم والمحب. مره اخرى بحيث عازم شريف دا دراسه باش يشوف ما اذا كان الايمان باله معاقب ام الايمان باله رحيم غادي يحدث فرق من حيث سلوك الغش. فالدراسه
كانوا كيجيبوا طلاب باش ينجزوا واحد التمرين في الرياضيات، وخلاو على ان الغش يكون ممكن عند هاد الطلاب باش طبعا يشوفوا شكون غيغش وشكون لا. لكن قبل الدراسه القائمين على التجربه جمعوا بيانات حول وجهه نظر المشتركين على الاله، عن طريق انهم دعوا المشتركين باش يختاروا مواصفات الاله بالنسبه لهم ببعض المصطلحات، اللي عندها علاقه بالمغفره والرحمه بحال المحب والمسامح، ومصطلحات اللي عندها علاقه بالعقاب بحال المعاقب او المنتقم. فلقوا ان الناس كل ما وصفت ان الاله كاين على الجانب العقابي اكثر من المتسامح كتقل احتماليه قيامهم بالغش، والعكس صحيح. وفي الحقيقه حتى انا جاتني النتيجه جد منطقيه، لانه حتى في حياتنا اليوميه لو ما كانش قانون يردعنا كنا ربما غنشوفوا وحوش. لكن يبدو لي انهم طيبون ووادعون كذا، لانهم مكبوتون، لانهم في قوه القانون، في قوه الدول. لكن حين ترتفع سطوة الدول كما في العراق، كما في سوريا اليوم، كما في اي مكان، يا رجل ترى وحوشا. كاين ناس اللي كتلقى راحتها في الدين وكتنتفع منه، وكاين ناس اللي كتعاني بسبب تمسكها بمذهب او تاويل معين للدين، وكتعاني حتى الناس اللي دايره بها، وهذا كيعتمد بشكل كبير على تصور الفرد للدين ودوره في الحياه. الخلاصه انه الدين ممكن يخلي سلوكي الاجتماعي افضل، لكن ماشي بالضروره نكون انسان متدين باش يكون عندي قيم ومبادئ وسلوك ايجابي نحو المجتمع. شكرا حيت كملتي الفيديو حتى الاخير. الموضوع الحقيقه فيه بزاف ديال النقاط اللي تناقش، لهذا ممكن تبدا بالمصادر اللي كاينين في صندوق الوصف. شكرا للاصدقاء اللي كيدعموا القناه ماديا، ولا كنتي حتى انت باغي تكون واحد من هاد الناس غتلقى رابط باي بال او باتريون في صندوق الوصف. الحقيقه انه باغي ندير واحد النقله نوعيه في القناه من حيث التقنيات، لهذا غتلقى رابط موقع GoFundMe اللي هو اسهل من باي بال او باتريون الا كنتي باغي تدعم القناه. شكرا.